لله ان احنا جايين في ايام مبروكه وظلمه زي غدري. بالعافيه. يا مرحبا بكم في حلقة وين بنصير اليوم. جايبتنكم في موقع غريب وجهتنا اليوم لها طابع شوية مخيف. اليوم موجودة في القصر المسكون في رأس الخيمة واللي مبناه من 1985، من هاي الفترة ما انسكن. طبعا القصر سابقا انتشرت عليه قصص وايدة، والسبة انه كان غير مأهول لمدة تزيد عن 30 سنة. كانوا الناس يشوفون البوابة ما عليها اي شخص، فكانوا يدخلون ويستكشفون المكان من باب الفضول، وهذا اللي ادى ان قصص وايد تطلع على المكان، لان الاشياء كانت تتغير اماكنها بسبب وجود الناس الفوليين. يا محلى الديكور ما شاء الله. فطور اليوم شامي، وتحديدا من مطعم بو نعيم اللي موجود في منطقة دفن النخيل براس الخيمة من 1990. خل استكشفه وياكم. السلام عليكم. شخبارك؟ بصحة؟ بارك عليك. شهر أخوي منصور، خبرني قصة المطعم، بما أنه موجود من 1990، كيف بطلتوا هاي الفترة؟ وفي سنة 90 دخلنا على الإمارات أرض الخير الحمد لله، واشتغلنا إحنا والوالد، إخواني والوالد، من سنة 90 إلى هذا اليوم، من يعني تقريبا الحمد لله 31 سنة يعني الحمد لله. وإحنا يعني أكلنا شعبي الحمد لله، عندنا أكثر يعني ما بدي اقول لك اكثر، يعني من جميع الفئات الحمد لله. بعد هالحوار الجميل اخوي منصور، شو رايك ندخل المطبخ؟ اهلا وسهلا، تفضل يلا نشوف شطارتك. مثل ما شفتوا طريقه الاعداد سريعه، هذا اللي يميز المطبخ الشامي او السوري بالتحديد، وايد طبخات سهله وسريعه في التحضير. يا سلام، اهم شيء السفره جاهزه ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا بسم الله. مثل ما قلنا لكم اليوم فطوري شامي، فعندكم الحمص باللحمه، عندكم الحمص البيروتي المطحون، وعندكم حمص الدياي شوارما، وايضا الفلافل والمسبحه اللي هي عباره عن حمص وطحينيه ولبن ويا قطع الحمص. يا سلام. عشان نكمل طلعتنا اللي فيها طابع شامي اليوم، قلنا لازم نجيبكم اشهر محل حلويات شاميه، واللي هي حلويات فراس، واللي موجوده 1984. خلونا نشوف. السلام عليكم، يعطيكم العافية، ربي يسلمكم. طبعا حلوية فراس مشهورين بالكنافة، والكنافة النابلسية تحديدا وحلاوة الجبن، وأيضا البقلاوة. في الكنافة ثلاث أنواع، في كنافة خشنة ملكية، هاي من دون لون، هاي كنافة خشنة بلون طبيعي، وهاي كنافة ناعمة، هاي الكنافة الناعمة النابلسية، هاي المشهورة بلاد الشام وخاصة مدينة نابلس. يا سلام. من هني نختم حلقتنا من بنصير اليوم، نشوفكم إن شاء الله إلى لقاء آخر. فطور العافية.